هاي كيفك فادي؟ I'm good. كيف وعيت؟ Perfect. كيف نمت؟ تعبان أكيد. وين قضيت راس السنة الماضي؟ عندي بالمطعم بالتايجرز. أحلى راس سنة عشته؟ هيديك السنة لأنه كان جامع أصحاب وأهل. أحلى سنة عشته؟ السنين اللي تجوزت فيهم واللي خلقوا فيهم أولادي. أحلى غنية سمعتها السنة؟ طار البلد. أحلى فيلم حضرته السنة؟ كفر نحون لنادين لبكي. خبرني معلومة جديدة تعلمتها بالألفين. لبنان بيستحل المركز الأول بمرض الكانسر والباسبور اللبناني أقل قيمة بالعالم وبالمراتب الأخيرة. وين أحلى محل زرته بالألفين 2018؟ برا لبنان سويسرا، جوا لبنان جزيرة الأرانب. مين شخصية العام 2018؟ نادين لبكي بيضت لنا وجهنا ورفعت اسم لبنان بالعالي. بتعايد مع أصحابك ولا أهلك؟ مع الاثنين بالمبدأ. بيض أحمر ولا أبيض؟ ولا واحد، ما بشرب. lower body ولا upper body؟ my favorite اللي هي الكور. رح تهاجر ولا رح تبقى؟ بالمبدأ رح أبقى، بس كل اللي قاعدين على كراسيهم لازم يطيروا. شو حتلبس الليلة؟ كلاسيك. زهقتك؟ أبداً. إيه. افتح هديتك وعايد الصورة اللي بقلبها. اوكي واو. اول شيء بقول له اشتقت له كثير، وهيدا شخص كثير عزيز وقريب وبيضلوا بقلبي، وهو بيعتبره بي الثاني. جمع اللبنانيين كلهم سوا بالرياضه، ورحنا رح نكفي المسيره ونجمعهم بالرياضه وبالثقافه وبالحضاره اللي موجوده عنا بلبنان. بدينا من عيادة انطوان شويري. ميرسي ثانك يو لكم.